مرحبا اعزائي متابعي قناه بالينبعين عربيه الفيديوهات اليوم على الايفون تحديدا ان خاصيه موجوده بالايفون كثير ويعرفوها اللي هي نير فيلد كوميونيكيشن اللي هي نقل البيانات عبر المدى القصير هذه الخاصيه موجوده بالايفونات الجديده لكن الايفونات القديمه لازم تفعلها عن طريق مركز التحكم كيف راح نفعلها الايفونات القديمه راح تلاقوها بمركز التحكم لو دخلتوا مركز التحكم ما لقيتوها موجوده راح ترجعون تروحون على الاعدادات تنزلون الى مركز التحكم تنزلون الى الاسفل راح تلقون الخيار موجود قارئ علامه ان اف سي هذه الان فعلناها صارت موجوده بمركز التحكم مثل ما تشاهدون هذه هي موجوده اما فائده هذه الميزه فهي ظهرت اكثر شيء وقت ايام كورونا انه انت ما يحتاج تلامس الجهاز مالتك ويا الاجهزه لانه راح تصير نقل ميكروبات فهذه الخاصيه انه تقرب الجهاز راح تتفعل الميزات اللي موجوده مثلا تحاول انه سماعات موجود عليها ان اف سي اول من تشتري عليها لازم مكتوب عليها ان اف سي او الشيء الثاني انه بطاقات الماستر كارد راح تفعلها على قارئ البطاقات ان اف سي هي شريحه الكترونيه موجوده تسمح انه تنقل المدى الى خمسة سنتيمتر يعني مو مدى كلش كثير فهذا المدى اللي تقدر توصله كلش قريب فبس تقرب راح هذه الشريحه تنقل المعلومات مال مثلا البطاقة أو الأغاني وغيرها حتى بعض الأجهزة ممكن تشتغل عن طريق هذه الخاصية خاصية حلوة هذه الميزة فاللي حابب يفعلها بالأجهزة الجديدة موجودة مفعلة حاضرة طبعا دورت على طريقة للإلغاء للأسف ما ممكن تلغيها هذا اللي حبيت اشرح لكم اياه اتمنى بنهايه الفيديو استفادتوا ودعموا قناتي بلين بعيون عربيه باشتراك ولايك وفعلوا زر الجرس فعل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أو أي مشكلة اكتبوها بالرسائل أنا حاضر شكرا لكم مع ألف سلامة